قبل 3 أيام على أول موعد للامتحانات الرسمية اللبنانية، ينقسم الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي بين مؤيد للمشاركة في مراقبة الامتحانات الرسمية وبين معارض. الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني الذين يبلغ عددهم 8000 أستاذ سيشاركون بحسب لجنتهم في مراقبة الامتحانات العائدة فقط للتعليم المهني والتقني. نحن بالخطوة اللي أخذنا قرار فيها أنه نشارك بمراقبة الامتحانات الرسمية في الدولة اللبنانية، هو هذا القرار منه موجه ضد هيئة التنسيق النقبي. نحن مع مطالب هيئة التنسيق النقبية المحقة، ولكن في عنوان كتير كبير هو بالأساس مصلحة طلابنا. وتحت شعار مصلحة الطلاب، تؤكد لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي مشاركتها في مراقبة الامتحانات الرسمية، ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 3500. نحن قرار المشاركة من وليد صدفة أو نكاية بأحد، للأسف في عقول كتير كانت متحجرة وفهمتها هيك. نحن مع معالي وزير التربية السابق اشتغلنا على أنه المتعاقد له حق مثل ما عم يصحح يراقب. هاي رسالة خيي، نحن بدنا نشارك، ما همنا المصاري 30000. أما الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي والذين يبلغ عددهم حوالي 11000 أستاذ فسيقاطعون المراقبة. نحن موقفنا أعلننا عنه ببيان صدر اليوم، نحن مش مع المراقبة، نحن بعاد عن المراقبة كمراقبة للامتحانات الشهادة. يعني هيك بيكون نحن مش مع الوزارة كمراقبة ولا مع هيئة التنسيق. في انتظار نتائج جلسة الثلاثاء، تراهن هيئة التنسيق والوزارة على خروقات تجري في صفوف الأساتذة المتعاقدين خلافا لقرار لجانهم.